حبايب طلاب السادس إعداد الأبطال، رجعت لكم بمحاضرة جديدة من الوحدة الخامسة. طلاب حبايب، بعد ما خلصنا القواعد من الوحدة الخامسة وبعد ما خلصنا قطعة لماذا العطة المهمة، اليوم راح نبلش بتمارين الوحدة الخامسة. وبهاي المحاضرة إن شاء الله راح نكمل التوصيلات وراح نكمل الاختيارات وراح نكمل الإملاء. هاي ثلاث اشياء راح نخلصهم بهاي المحاضره. استاذ الاسقاطات، اسقاطات لازم نسوي المحاضره بوحدهم. استاذ ليش ما تشرح اسقاطات قبل؟ انا راح اقول لك ليش. لانه هاي اسقاطات جزء كبير من عدها راح ناخذه بالتوصيلات وبالاختيارات، وكذلك بعض الكلمات الموجوده عندك بالاملاء. فيفضل ناخذ ثلاث اشياء قبل، بعدين يلا نفوت بالاسقاطات. اوكي يا طلاب، فبهاي المحاضره راح نشرح ثلاث اشياء دولية: توصيلات، اختيارات، واملاء. ابقوا الى الاخير حتى نضبط ضوئي ثلاثة، لان كلش كلش مهمين بالامتحان الوزاري. جميع توصيلات اليونت الخامس. طلاب، مبدئيا هذه هي التوصيلات اللي خاصة باليونت الخامس، كلش مهمة بالامتحان الوزاري، ركز لي عليها كلش هواية. هذا الملف راح تلقاه بقناة التليجرام، تروح تسحب هذا الملف وتيجي تترجم وياي كلمة كلمة وحرف حرف. طلاب، تمرين سي صفحة 103 بالاكتيفيتي بوك، كتاب النشاط. هذا التمرين موجود 103 اللي هو تمرين سي بالاكتيفيتي بوك، كتاب النشاط. انا حال لك اياه هنا، يعني ما يحتاج تروح انت للكتاب وتقرا وتعب روحك، بس حاول تسحب الملف لان لازم انت تترجم وياي كلمه كلمه. طلاب، الترجمه كلش مهمه، انه تقعد تترجم وياي انت، لانه اذا انا ترجم لك اياه واعطيك اياه هذا الملف جاهز، انا راح يصير شويه صعب عليك، لانه الشيء جاهز دائما ينسي بسرعه، بس الشيء اللي شويه تخلي بي افورت، تعب جهد اكثر، راح تحفظه بسرعه وما تنساه نهائيا. فطلاب، النقطه الاولى شو يقول؟ هذا طبعا هذا التمرين هو مرادفات الفت قطعه من القطع، قطعه انت ما تحتاجها، ما داخل عندك امتحان وزاري، بس هذه ناخذ من عدة التوصيلات المهمه مالتها. شو يقول؟ يقول a boat قارب that transport الذي people and goods. transport معناها شنو؟ يحمل. جاي هنا كلمة transport معناها يحمل، people and goods يحمل الناس والبضائع، شي يسمونه؟ يسمونه الفيري، العبارة. اوكي، قارب يحمل الناس والبضائع، شي يسموه الفيري اللي هو العبارة. extremely comfortable مريح للغاية، مريح للغاية، extremely للغاية، comfortable مريح. هذا شنو؟ هذا مرادف مالته كلمة luxurious. luxurious اللي هو فخم او مريح جدا، مرادف مالتها. something which is wonderful to look at. something which is wonderful to look at، شيء ما مريح للنظر او رائع للنظر اليه، شيء يسموه spectacular. spectacular شيء رائع جدا ان تنظر اليه. مثلا انت شو لك فد تمشي بالشارع، شوف شيء يجذب نظرك، يقول عليه spectacular، رائع جدا، او شيء يجذب النظر. something special to locality. something special to locality، شيء خاص بمن؟ باللوكاليتي، بالناس المحليين، يسمونه speciality. speciality خصوصيه. a fine welcome معناها ترحيب حار. a fine welcome ترحيب حار، اللي هي hospitality كرم ضيافه. fine welcome معناها كرم او ضيافه، hospitality ايضا كرم او ضيافه، يعني ترحيب حار. a show عرض، performance ايضا عرض، display كذلك تجي عرض، يعني مرادف مال show والperformance هو من هو؟ display. هذا مثل ما قلت لكم هو مرادفات. زين، نجي على التمرين الثاني اللي هو صفحة 111، تمرين A بأكتيفيتي بوك، كتاب النشاط. If you lose this، هذا طبعا تقريبا شلون أقول لك، مثل الحزورة. هذا أنا أسميه تمرين حزورة، يعطيك هو تعريف يعطيك كلام وتعطي الجواب. هو يجي توصيلات طبعا، هذا ما يجي بهذه الطريقة، أو ممكن مرات يجي من عنده إسقاطات هم تفيدك إذا قرأتها، يعني هذا التمرين كذلك تجي من عنده جمل بالإسقاطات. If you lose this، إذا خسرت أو ضيعت هذا الشيء، you can't get an on an airplane. إذا شيء ضيعته ما راح تقدر تصعد على الطيارة. شو يسمونه؟ يسمونه boarding card، اللي هو بطاقة صعود الطائرة. فالboarding card إذا ضيعتها ما راح تقدر تصعد بالطيارة. هو ده يقول لك الشيء إذا ضيعته ما يقدر تصعد بالطيارة. شو حد يقول له؟ boarding card. you can have a winter holiday here.
You can have a winter holiday here. طبعا هنا إيه بعد. Sky resort. Sky resort. اللي هو منتجع التزحلج. You can have a winter holiday here. راح تستمتع بعطلة شتائية هنا. وين؟ اللي هو بالسكاي ريزورت اللي هو منتجع ما التزحلج. A luxurious place to stay. مكان فخم للبقاء. مكان فخم للبقاء. شنو هو؟ Five star hotel. فندق خمس نجوم. فندق خمس نجوم اللي هو مكان فخم للبقاء. زين. A place to stay where you cook your own food. مكان للبقاء حيث تطبخ فيه طعامك الخاص. مكان انت تطبخ بيه مكانك الخاص اللي انت تشتريه بس انت مسافر. هذا شي يسمونه self catering apartment، شقة ذاتية الخدمة، او شقة مجهزة ذاتية، يعني شقة انت مأجرها انت تطبخ بيها الطعام الخاص. يعني اكو ناس تروح الفندق اكو ناس تروح الشقة لما تسافر، هاي الشقة انت تجيب اكل وانت تطبخ، يعني ما حيطبخ لك، مو مثل الفندق، الفندق لا يجيك الاكل جاهز. فهذا هنا شي يقول لك مكان انت تطبخ بيه طعامك الخاص، شي يسمونه شقة ذاتية او شقة مجهزة. Hotels will often give you this. Hotels الفنادق will often give you this. راح تعطيك هذا الشيء if you are going on a full day excursion. اذا رايح بجولة ليوم كامل او سفرة ليوم كامل. شو بيطوا؟ يطوا packed lunch. Packed lunch اللي هو غذاء جاهز او غذاء او غداء معلب. شلون احنا نسميها هاي اللي تجيك الدفتريه اللي تجيك بها اكل شو اسمه يابسه. اوكي فهاي شو اسمه الباكيت لانش، هاي غذاء جاهز او معلب. This protects you when you are driving or flying. This protects you when you are driving or flying. هذا الشيء راح يحميك اذا كنت انت تسوق او تطير. Flying يعني بطير طيارة. شنو هو هذا؟ السيت بيلت، حزام الأمان. فلازم ترتدي حزام الأمان انت. هسه نرجع التمرين اللي بعده 118 اكتيفيتي بوك. طبعا هذا التمرين هو تمرين A 118، تمرين A بالاكتيفيتي بوك كتاب النشاط. هذا خاص بقطعة لماذا العطل مهمة. الكلمات اللي قرناها بقطعة لماذا العطل مهمة راح نجي ناخذ المرادف مالت مؤادته. Ensure يتأكد make certain. Ensure يتأكد make certain أيضا يتأكد. Forever للنهاية أو للأبد. Definitely هم للأبد أو للنهاية. A time limit وقت محدد. شنو المرادف مالتها؟ deadline وقت محدد. About to happen على وشك الحدوث. Around the corner. Around the corner على وشك الحدوث. Taken quickly. Taken quickly يؤخذ بسرعة. Snatched يخطف أو يؤخذ بسرعة. Health صحة. Well-being أيضا صحة. Very important مهم جدا. Vital كذلك تعتبر مهم جدا. فهذه هي المرادفات اللي خاصة بقطعة لماذا العطل المهمة، واللي أنا قلت لك عليه بالامتحان السابق أو بالمحاضرة السابقة مال العطلة قلت لك راح أخليك إياها التوصيلات. فهذا هو التمرين اللي خاص بقطعة لماذا العطل المهمة. تمرين الأخوة صفحة 93 بالاكتيفيتي بوك اكسرسايز اي. هذا مهم جدا، هذا يسموه متلازمات. هذا ما يجي هواي بالتوصيلات بس انا خليت لك اياه من ضمن التوصيلات حتى تحفظه وتضبطه كل زين، لانه كلش مهم حتى يجيك، حتى ممكن يجيك بالاسقاطات من عنده. هذين يسمونهم متلازمات، يعني ان يجن سوا. اوكي لان الكلمات يجن سوا هن والحل مالتهم. يعني من تسمع كلمه ثرولي، هاي الكلمه ثرولي تماما انجويد مستمتع تماما. ثرولي انجويد. Thoroughly enjoyed. هاي thoroughly enjoyed لازم يجي نسوي. الثانيين I can honestly وياها تجي كلمة say. فقبل هاي العبارة كاملة تحفظها لازم. I can honestly say أود القول بصراحة أو أستطيع القول بصراحة. I can honestly say. الثالثة هي lived up to my expectation. Lived up to my. من يشوف lived up to my expectation يرتقي إلى مستوى توقعاتي. كل هاي عبارة تحفظها كاملة. يعني ممكن مو تجيك lived up to my، راح بالفراغ بالاختيار راح تختار expectation. ممكن تجيك أيضا اختيارات وهسه راح نشوفها هنا ممكن حتى اختيارات تجينا.
بس اذا جتك توصيلات من تشوف lived up to my قبل تقول على expectation، من تشوف thoroughly راح تقول enjoyed مباشره، من تشوف I can honestly قبل راح تخليها say. الرابعه هي to name a few، لتسميه القليل to name a few او لذكر القليل to name a few، هاي تجي همين وياها. اوكي هذا هو اخر تمرين خاص بالتوصيلات مال الوحده الخامسه، واضح يا طلاب؟ هسه نجي على يمين، نجي على جميع الاختيارات. طبعا عندك تمرين واحد يا طلاب بيوت الخامس اللي هو اختيارات، اللي هو ممكن مرات بالامتحان الوزاري ما يجيبوا لك توصيلات، يجيبوا لك اختيارات اللي هو بهذا الشكل. طبعا مبدئيا يا شباب، مبدئيا هاي مو كل شوي يجيبون هذن الاختيارات، يعني ممكن كتله سنوات اربع سنوات عاد تجي مره، بس انت لازم تقرأن وتضبطهن. احنا عندنا ايش كم تمرين اخذنا؟ اخذنا باليونت الثاني تمرينين، هسه تمام تابعني من بدايه تدراني زاحكي تمرين باليونت الثاني وتمرين باليونت الثالث، وهذا هنا تمرين باليونت الخامس، يعني صار عندك اربع تمارين خاصه بالاختيارات. استاذ اذا شلون احفظهم؟ ذني بس تحفظ الجواب، احنا راح نترجمهم صح، بس لازم انت هنا شو تسوي؟ تحفظ الجواب فقط، لانه نصا يجنك بالامتحان يزاري. وشغله ثانيه تفيدك كلش، انه راح يفيدنك بالاسقاطات كلش هوايه. اوكي يعني هسه هاي الجمله جايبينها بالاسقاطات، هاي الجمله راح تلقاها بالاسقاطات نفسها، فلازم تقراها. اوكي يا طلاب زين، وحتى هاي هم جايه بالاسقاطات. زين النقطه الاولى يقول when the plane takes off، طبعا هذا التمرين مالت 111 صح 111 تمرين بي بالكتاب النشاط. when the plane takes off، عندما تقلع الطائره، تقلع الطائرة you have to fasten or attach your seat belt، يجب عليك شنو؟ fasten، أن تربط حزام الأمان مالتك. ما يصير تقول attach، طلاب عيني attach هو إرفاق، فما يصير نقول نرفق الحزام الأمان، لا لازم نرتدي أو نلبس حزام الأمان، fasten أو نربط حزام الأمان. زين to cross the river، حتى تعبر النهر، to cross the river حتى تعبر النهر we had to sail، نبحر لو بورد، نركب العبارة. ما يصير تقول والله نبحر العبارة، لا نقول نركب العبارة، بورد الفيري، نركب العبارة. the ferry works لو operates throughout the year، works تعمل لو operates تشتغل، هاي العبارة شبيهة تشتغل يعني تفتر بالمي، operates throughout the year خلال السنة أو على طوال السنة operates، فاختيار يكون هنا operates. the holiday completely lived up to my wishes the expectations، باوع lived up to my، lived up to my expectations، توقعات. مو قلت لك راح تجي هنا نفسه نفس I can، طبعا أنا I ما ناسينها، I can honestly say that it was the best holiday I ever had، I can honestly، I can honestly say. اوكي ما يصير نقول absolutely، I شوف هاي هنا I can honestly say، نفسها جايتك بالاختيارات. we considerably لو thoroughly enjoyed، هاي شو تقول انت عليها؟ يا هي راح نحلها considerably لو thoroughly enjoyed، اكيد راح تقول thoroughly enjoyed لانه اخذناها قبل شويه بالتوصيلات. فهذا التمرين صار عندك اربع تمارين خاصه باختيارات بكل المنهج اللي اخذناه لحد الان، باليونت الثاني اثنين، باليونت الثالث وحده، وهاي باليونت الخامس وحده، صار عندك اربع تمارين خاصه بالاختيارات. ممكن مرات يجيبوا لك اختيارات مكان التوصيلات بالامتحان الوزاري. اوكي يا طلاب هسه نجي على جميع الاملاءات مال اليونت الخامس. بالاملاءات احنا عندنا تمرينين وكلش مهمات، وممكن هذا التمرين ايضا يجيك توصيلات، هذا التمرين اللي راح نحله هسه ممكن ايضا يجيك على شكل توصيلات وجاي بالامتحان الوزاري توصيلات، بس انت حفظه بالحالتين، يعني حفظه كتوصيلات وحفظه كاملاء. طلاب هذا التمرين هو صفحة 44 بالكتاب مال الطالب، كتاب الملون student book. اوكي منطق كلمات قال لك ذني وصلهن، سويهن عبارة مركبة، شو تسويهن؟ سويهن عبارة مركبة compound nouns. شلون تسوي عبارة مركبة؟ هسه راح نعرف ونجي نشتغل عليه نسوي. boarding، boarding صعود، كارد بطاقة صعود للطائرة، تصير عندك boarding card. travel agency، travel agency شركة سياحة أو شركة سياحة والسفر. five star hotel، five star hotel فندق خمس نجوم، five star hotel. packet lunch، packet lunch هو يقول لك packet وانت راح تقول لك كلمة lunch يعني معناها غداء، غداء جاهز أو غداء معلب.
كار فراغ كار هاير شركة تأجير السيارات. سايت فراغ سايت سينج جولات سياحية. باكج فراغ باكج ديل باكج ديل. فهنا من جل قل كلمة باكج أنت قبل راح تخليها كلمة ديل لين يجي نسوي الكلمات يعني. سكاي ريزورت طبعا باكج ديل معناها صفقة شاملة صفقة شاملة. سكاي ريزورت منتجع تزحلج سكاي ريزورت. سيلف كاترينج فراغ سيلف كاترينج أبارتمنت. سي فرونت سي فرونت طبعا هاي شوي قبل شوي ترجمة ما يحتاج ترجم لك إياها شقة ذاتية أو شقة مجهزة. سي فرونت واجهة البحر. أستاذ شلون تجي صيغة السؤال بالامتحان الوزاري؟ هو مثلا يقول لك هنا مثلا مثلا قال لك باكت لانش هاي إذا جبك على شكل إملاء هيك يجيب لك إياها باكت لانش. أوكي جتك بهاي الطريقة باكت لانش زين. يقول لك كار فراغ باكت لانش غذاء جاهز أو غداء جاهز زين. الكار من يجي وياها راح تقول له بالفراغ كار هاير اللي هو شركة تأجير السيارات كار هاير. أوكي أو ممكن يقول لك سي فراغ يقول له سي فرونت بالفراغ أو يقول لك سكاي فراغ يقول له سكاي ريزورت. فأنت شوف شوف هنا إيش حالك هو حالك قال لك بوردينج كارد أنت تجي تشتغل نفس الشغل. فايف ستار هوتيل معناها هنا راح نجي نشتغل نفس الشغل. فهاي الصيغة مالتهم بالامتحان الوزاري إذا تجيك أم لا. أما توصيلات لا تعرف أنت توصل هاي تجيبها على هاي هاي توديها على هاي هاي تجيبها على هاي هاي تجيبها على هاي يعني البوردينج تروح ويا الكارد الفايف ستار هوتيل الباكج تروح ويا اللانش وهكذا. هذا هو التمرين الأول اللي خاص بالإملاء. الأبص 112 تمرين سي بالأكتيفيتي بوك كتاب النشاط. هذا التمرين كلش مهم اكتب عليه وزاري 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 وكلش كلش مهم. يجيك بسؤال الإملاء أو فرع الإملاء طلاب هذا شنو فكرة السؤال؟ فكرة السؤال عندي اسم أو عندي فعل هذن الاسم والفعل اثنين نحولهن إلى صفة وين نحولهن؟ نحولهن إلى صفة. بالامتحان الوزاري ينطيني اسم او فعل محول لك يا الى صفة بعدين هم ينطيك اسم او فعل انت لازم ما يتحوله تحوله الى صفة. وهو هذا تحويل الاسم او الفعل الى صفة او اشتقاق الصفة من الفعل والاسم. الشغلتين صح اذا قلت اشتقاق الصفة من الاسم والفعل او قلت تحويل الاسم والفعل الى صفة. طلاب عندنا الكلمات حاول تحفظ اياها نفس ما تحفظ اسمك. هاي الكلمات احنا مرات حتى نحول الى صفة مرات نضيف فول مرات نضيف ايدي او اي ان جي للصفة للاسم او الفعل مرات نضيف اي او يو اس هاي الكلمات مرات نضيف اي في اي حسب الكلمة اللي منطيك اياها. استاذ اكو بهن قاعدة؟ لا ما بهن قاعدة ثابتة نهائيا. اي واحد يقول لك اكو قاعدة ثابتة كذاب. لازم تحفظهن نفس ما هن. عندك انت 10 كلمات بالكتاب هن 8 بالكتاب وانا سويت لك اياهن 10 لان اكو جايات مرات بالوزاره 2 خارج الكتاب وانا حطيت لك اياهن ايضا. هن موجودات بس 8 بالكتاب طلاب حبايب ما راح تروح للكتاب تلقى بس 8. خاف واحد يروح للكتاب يقول اي شنو شت بخلينا 10 وهن 8 طلاب في من عندهم خارجيات انا حطيت لك اياهن من عندي عيد لك مره ثانيه لو ما يحتاج. لا صار بيحتاج يلا روح. الاولى اتراكت يجذب فعل من أرد أقول جذاب حبيبي جذاب مو جذاب جذاب يعني شيء يجذب النظر. attract تصير attractive بس نضيف لها I V E مكان ما أقول attract تصير عندك attractive سهلة والله ما يراد لها شيء بس نضيف لها I V E. أوكي أوكي luxury فخم luxury فخم أرد أحولها إلى luxurious أحولها إلى شيف العفو luxury فخامة أرد أحولها إلى فخم صفة صير luxurious I O S بس تحذف الواي طبعا هي مو قاعدة ثابتة طلاب يعني هذا مو معناها إنه نحذف الواي ونحول إلى I لا بس هي شنو قلت لك لازم تحفظها واضح لازم شو تسوي لازم تحفظها. فهنا أنا luxury بس أحذف الواي حولها إلى I أضيف O U S اوكي اوكي صير فخم. wonder عجب صير wonderful عجيب شيء حلو رائع هيك يعني wonderful. ف بس ضف لها شنو هنا full بس ضف لها شنو ضف لها full. peace peace سلام peace
peaceful آمن ضفدالها full. ده شوف هاي الكلمات السهل عندك الثالثة والرابعة بس ضفدالهم full. color مبهج أو لون colorful. colorful معناها مبهج. color لون colorful ضفدالها full. delight 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 هم يعني تجي كلمة delight معناها بهجة أو هيك شيء. delightful أيضا مبهج. delightful مبهج رائع هيك شيء يعني. فضفدالها فقط full. pain painful pain ألم painful مؤلم. شوف full. شوف بس عندك الرابعة والخامسة العفو الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لأن كلها لحد هنا كلها full. beauty همين نضيف لها full بس عندك الآي تحول الواي تحولها إلى آي وضيف full تصير beautiful جميل. هي هاي الخارجية وهاي الخارجية لأني خارج تبني جايب لك ياهم فأنا حطت لك ياهم هنا أنا. أوكي spectacle spectacular spectacle spectacular هاي شوية الكلمة شوية مزعجة معقدة. spectacular معناها رائع. أوكي يعني شكل رائع هيجي شيء تجي spectacular. عندك شوف هنا أنا ما بيها قاعدة محددة قلت لك أنا بس هنا أنا حاذف لك ال C L ضايف لك مكانه نيولر C L أو العفو ال L E ضايف لك مكانه نيولر spectacular. فهي تحفظها لنفس ما هي نصا لازم. excite كلمة excite معناها يثير exciting أو excited exciting أو excited معناها مثير. إذا كتبت exciting صح وإذا كتبت excited همينها صح. استاذ شلون يجي بامتحان الوزارة أنا أقول لك شلون يجي. مثلا قال لك peace صارت عندك peaceful عشان صارت يجي peaceful peaceful حول لك إياها من اسم أو فعل إلى صفة. زين انطاك كلمة attract فراغ يجي attract أنت لمن تحولها تحولها إلى attractive. أو انطاك مثلا كلمة color الما تحولها colorful. شوف اللي بداية ايش منطيك هنا ايش منطيك هنا انت حول نفس ما هو. مثلا قايل لك يا با excite هنا راح يقول لك exciting. ده شوف نفس الكلمات الصفات هي تحفظها نفس ما يجيب لك اياها حول لك اياها من فعل الى شنو حول لك اياها الى صفة. زين اذا انطاك مثلا 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 luxury فراغ شو راح تحولها راح تحولها الى من راح تحولها الى luxurious. اوكي يا طلاب تحولها الى من تحولها الى luxurious. تشوف شيء سهل وبسيط جدا وما يراد لاي شيء بس مجرد هذا حفظ 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 مثل ما تحفظ اسمك. اوكي يا طلاب وهذا اللي هنا انتهت عندنا تمارين التوصيلات والاملاء والاختيارات. اشوفكم ان شاء الله بخير بمحاضرات اخرى وفي امان الله.